فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد لدينا في الجامعة بعض المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء، وتوجد مذكرات لبعض الدكاترة، لكنها تباع بأسعار غالية جدا فوق طاقة الطلاب. سؤاله: هل يجوز لي أن أشتري هذه المذكرات ثم أقوم بنسخها للطلاب بسعر رمزي لا يكلف إلا سعر النسخ فقط؟ لا يجوز هذا إلا بإذن صاحب المذكرة، لا يجوز أن تصورها وتبيعها إلا بإذن صاحبها، لأن له حقوق عليها. نعم، إذا كان إنه يسمح فلا بأس. نعم.